الرحيم. رحب بكم أجمل ترحيب مع محاضرة جديدة في محاضرات علم الكيمياء. واليوم راح أكمل الحديث عن التعريفات الأساسية للأيزومرية وأنواع الأيزومرات، حيث تطرقنا في المحاضرات السابقة إلى أنواع معينة من هذه الأيزومرات، وتحدثنا عن الأيزومرية كظاهرة من ظواهر الكيمياء العضوية الحيوية. اليوم راح أركز اهتمامي على ما يسمى بالأيزومرات الدورانية أو أيزومرات الهيئة. من الآن فصاعدا راح تكون هاي التسمية ثابتة حتى تكون يعني واضحة للجميع، راح أسميها أيزومرات الهيئة أو الأيزومرات الدورانية. الهيئة أو الدورانية conformational isomer أو rotational isomer. واحدة من الفروق الأساسية التي أشرت لها في محاضرات السابقة بين الرابطة كربون-كربون المنفردة single bond وبين الروابط المزدوجة اللي هي دبل أو تريبل بوند، ثنائية أو ثلاثية، إنه هذه الرابطة تستطيع الدوران الحر free rotation حوالي محور الرابطة كربون-كربون. وهذا الدوران الذي يحصل في درجة حرارة الغرفة أو نتيجة التصادمات التي تحصل بين الجزيئات المركب يؤدي في محصلته إلى تغيير المواضع الفضائية التي تحتلها مثلا هذه ذرات الهيدروجين. مع كل دوران تتغير هذه المواضع الفضائية التي تحتلها ذرات الهيدروجين، أو إذا كانت هنا عندي مجاميع معوضة غير الهيدروجين. أنا راح أستخدم كلمة فضائية ولا أستخدم فراغية. من سنوات طويلة أنا سجلت اعتراضي على المصطلح العربي للكلمة ستيريو أو كلمة سبيس. كلمة سبيس باللغة الإنجليزية اللي ترجموها بعض الأخوة العرب، أو كلمة الاستيريو أيضا إذا يعني نعطيهم نفس العلاقة نفس الصلة المقصودة بالاتجاه في الفضاء، هذه لا تعني فراغ. كلمة سبيس لا تعني فراغ، وكلمة استيريو تعني مجسم. فالكيمياء المجسم المقصود فيها الاتجاه في الفضاء للذرات أو المجاميع. ولذلك أنا سأستخدم أو من سنوات طويلة أنا أستخدم كلمة الأيزومرات الفضائية الستيريو أيزومر بدلا من الأيزومرات اللي يسموها بعض الأخوة العرب يسموها الأيزومرات الأيزومرات الفراغية. ما عندنا فراغ إحنا حتى الآن، أنا مش موجود في فراغ، أنا موجود في وسط اللي هو وسط الهواء اللي هو عبارة عن مواد كيميائية مختلفة معروفة، غازات كيميائية مختلفة. على أي حال هذه إشارة سريعة أردت أن أنبه إلها، وأرجع إلى الآن موضوع الدوران حول الرابطة المنفردة. واحدة من نواتج هذا الدوران أنه أنا يحصل عندي هذا الدوران في كل جزء من الثانية، في كل دقيقة، في كل ثانية، في كل جزء من الثانية يحصل وبشكل سريع جدا. هذه السرعة في التحول من هيئة سميتها conformation أو conformational، من هيئة إلى هيئة أخرى. ولذلك لا أمتلك الفرصة لعزل هذه الكونفورمرات المختلفة، ولذلك سميتها في التصنيف الأول اللي اشتغلت عليها سميتها الأيزومرات غير القابلة للعزل أو غير القابلة للفصل. حتى نشتغل على هذا الموضوع بطريقة تقرب إلى فهم السامع الكريم أيا كانت درجة تعلمه، وبالذات أولادي وبناتي طلاب الجامعات اللي يتناولون هذا الموضوع في مختلف الاختصاصات العلمية. راح أخذ هذا المركب،
هذا موديل لمركب البيوتان، هذا موديل لمركب البيوتان. فيه أربع ذرات كربون كما ترون، الكرات السوداء وذرات الكربون كلها مشبعة بالهيدروجينات اللي تحتاجها. كل ذرة كربون عليها أربع ذرات هيدروجين. ولاحظوا الآن هذه الهيئة، هذا الكربون، هذا الكربون اللي ماسكهم بإيدي، وذولا ذرتين الكربون ماخذين هذا الوضع اللي هم أقرب إلى بعضهم البعض. الآن إذا حصل هذا الدوران اللي أتكلم عنه، الروتيشن، هذا الفري روتيشن، الدوران الحر، لاحظوا أنه موضع ذرة الكربون اللي بالأعلى بدأ يختلف، يتغير، ينزل إلى الأسفل نتيجة الدوران. أنت أدور الرابطة كربون كربون، هذا اللي في إيدي في أصابعي، ولاحظ الآن وصلت ذرة الكربون هذه إلى مكان أبعد ما يكون عن ذرة الكربون الأولى اللي كانت موجودة. ويستمر الدوران هكذا، في كل دوران يتكون عندي كونفورمر، في كل دوران يتكون عندي آيزمر، في كل دوران يتكون عندي روتيشنال آيزمر. اللي يختلف هو مواضع هذه الهيدروجينات نسبة إلى هاي الهيدروجينات الموجودة هنا. الآن هذا المركب، هذا الموديل سأرسمه على السبورة. راح أرسمه بهذا الشكل. هذه ذرة كربون، هذه كربون، وهذه كربون، وهذه الكربون الثالثة، وهذه الكربون الرابعة، وهذه الهيدروجينات. هذه الآن الكرات اللي رويتكم إياها اللي تمثل مجموعة CH3، مجموعتين مثل هذه، وهذول ذرتين الكربون. هذه صيغة من صيغ اللي أنا أستطيع أن أمثل فيها هذا المركب. الآن راح أشتغل على هذا المركب وأرسمه بطريقة أخرى. أرجو أن تنتبهون جميعا علي، الكل ينتبهون علي حتى نشوف كيف فكرت أني. هذا هو المركب نفسه. الآن عيوني تسقط أولا على هاي ذرة الكربون، هذه اللي قدامي، هاي ذرة الكربون اللي قدامي. الآن عيني تسقط على هاي ذرة الكربون، إذا هي ذرة الكربون اللي قدامي راح أرسمها بشكل دائرة. ذرة الكربون الأبعد من عيوني هذه راح أرسمها بشكل نقطة داخل هذه الدائرة. صار عندي ذرتين كربون من هذا المركب، خلي أسميهم هذه واحد وهذه اثنين، هما نفسهم اللي شفناهم في الموديل. أرجع الآن على ذول ذرتين الكربون، أشوف واحد بيش مرتبطة، شو هي الذرات والمجاميع المرتبطة بواحد؟ أشوف إنها أول شيء هي مرتبطة بـ CH3. هذه واحد الآن أحط لها CH3، هذه CH3، ومرتبطة بذرتين هيدروجين، راح أحط هذول ذرتين الهيدروجين، هذه H وهذه H. كملت الآن عندي هاي ذرة الكربون رقم واحد، أصبحت مرتبطة بأربع أربع روابط، يعني تتراهيدرال، شكل هندسي هرمي. هذه هي ذرة الكربون رقم واحد اللي حطيتها بشكل دائرة، ربطتها بسي اتش 3، ربطتها بالتشين الثانية، هذه وحدة وهذه وحدة. الآن هذه ذرة الكربون رقم اثنين اللي رسمتها بشكل نقطة اللي هي بعيدة عن عيوني. أجي أشوفها بإيش مرتبطة؟ أشوفها مرتبطة بمجموعة سي اتش 3. أحط هاي السي اتش 3 هنا في هذا المكان، ومرتبطة بذرتي هيدروجين، هذه واحدة وهذه واحدة. وأظن الآن صارت يعني التمثيل كامل لهذا المركب البيوتان، هذا بيوتان، بيوتين، وهذا هو نفسه الآن. أربع ذرات كربون، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة.
هذا الآن الوضعية، هذا الكونفرميشن الآن فيه مجموعتين مثل اللي هم المجموعتين الكبيرة نسبة إلى الهيدروجينات، الهيدروجينات تعتبر صغيرة نسبة إلى مجموعتين المثل. مجموعتين المثل هما قريبتين من بعضهما البعض، وبالتالي سيكون التنافر بين المجموعتين الكبيرتين هذه على أعلى ما يمكن، تحصل بينهم قوى تنافر تكون أعظم ما يمكن لأنهم قريبين من بعضهم البعض، وبالتالي فإن هذا الكونفرميشن ستكون له طاقة عظمى، the highest energy. وهذا الآن يعني هذا التركيب أو صورة لتركيب البيوتان اختلفت عن الصورة هذه، هذه الصورة نسميها نيومان بروجكشن، إسقاط نيومان اللي هو نيومان العالم اللي اشتغل لنا أول مرة هذه العملية. هذا الآن إذا صار دوران أو يحصل دوران عادة بأي لحظة حول هذه الرابطة كربون كربون المنفردة، فإنه سيؤدي إلى هذا الروتيشن، سيؤدي إلى تغيير هذا البروجكشن، سيؤدي إلى تغيير هذا. وراح أخذ الوضعية كما رسمتها في المرة الأولى، هاي ذرة الكربون الأولى، هاي ذرة الكربون الثانية، هذه مجموعة CH3 الأولى أحطها هنا، مجموعة CH3 اللي على ذرة الكربون رقم 3 أحطها هنا، ومن ثم أكمل ذرات الهيدروجين الصغيرة. ولاحظوا الآن أصبحت هذه المجموعة الكبيرة هي أبعد ما تكون عن المجاميع الكبيرة، هي أبعد ما تكون عن بعضها البعض، وبالتالي سيكون التنافر بينها على أقل ما يمكن، وراح هذا الشكل أو هذا البروجكشن، هذا الإسقاط، هذه هيئة نيومان ستكون أقل طاقة، هذه ستكون الأعلى في الطاقة لأنه المجاميع الكبيرة أقرب إلى بعضها البعض فتتنافر بقوة. هذه النيومان بروجكشن، هذه الهيئة ستكون هي الهيئة الأقل طاقة، وما بين هذه الهيئة وهذه الهيئة توجد مئات أو آلاف الهيئات التي تحصل نتيجة الدوران المستمر، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أعزل هذه الأيزومرات عن بعضها البعض اللي سميتها أيزومرات هيئة أو أيزومرات دورانية، لأنه التحول بين هالبين يحصل بسرعة كبيرة جدا ولا تتاح لي الفرصة لفصلها عن بعضها البعض. طبعا هذين الشكلين اللي حطيتهم هني هم تماما تمثيل لهذا الموديل اللي شفت لكم اياه بالبداية. هذه الآن لما يكونون بعيدين عن بعضهم البعض هذه يسموها بالإنجليزي الكونفيرمر ستاجرد، وضعية الارتخاء، وضعية الاسترخاء، الوضعية الأكثر استقرارا بسبب قلة الطاقة. عفوا هذه يعني خلي أبدأ من هنا، عفوا هذه لما يكونون قريبا من بعضهم هذول الأكثر طاقة، ولكن عند الدوران يجون يصيرون هذول اللي هم أقل طاقة، فهذه تسمى الأقل طاقة تسمى الستاجرد كونفيرميشن، والأعلى في الطاقة تسمى الإكليبس كونفيرميشن اللي هي وضعية الخسوف أو الوضعية ذات الطاقة العالية، وما بينهما العديد من الوضعيات. طبعا هذا توضيح سأتبعه بمحاضرة بإذن الله أوسع سأقدمها لكم على صور، لأنني حتى يعني يكون عندي مجال أراويكم صور أكبر عدد ممكن من الصور وأنواع مختلفة من هذه الكونفيرميشن الأيزومر، الأيزومرات الوضعية أو الأيزومرات التي لا يمكن فصلها أو عزلها. طبعا هذه الأيزومرات أيضا ممكن أن نطلق عليها أيزومرات مجسمة ستيريو أيزومر، كما أننا سنطلق على الأيزومرات اللي الأيزومرات اللي سميناها الأيزومرات الهندسية جيومتريك أيضا ممكن أن نطلق عليها الأيزومرات مجسمة، وهذه سأركز عليها في المحاضرات القادمة بإذن الله تعريفها وشروط الحصول عليها. أكتفي بهذا القدر، ويعني الموضوع
يكاد يكون من ربما من بين أصعب الموضوعات التي يمكن أن يتعرض لها الطالب عند التعرف عليها لأول مرة. لكن بالتدريب لو أخذنا الآن أي مركب عضوي مهما كانت عدد ذرات الكربون فيه ومهما كان نوع المجاميع المعوضة نستطيع أن نمثل human projection بهذه الطريقة ونحصل على عدد كبير من الأيزومرات كما سأريكم في المحاضرة القادمة التي هي استكمال أو تكملة لهذا النوع من الأيزومرات المهمة. تحياتي لكم وأرجو أن أكون قد وفقت في توضيح هذا النوع من العلاقة الفضائية بين المجاميع التي تحصل على ذرات كربون وذرات الكربون تدور فتتغير الموضع النسبي لهذه الذرات أو المجاميع فنحصل على إيزومرات سميناها الإيزومرات الهيئة أو الكونفورميشنال التي تتكون نتيجة الدوران. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.